معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية لدى إدلائه بصوته في الانتخابات، قال إن إقبال المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى وتوجههم المبكر اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب والمجالس البلدية ما هو إلا دليل وعي بأهمية المشاركة الشعبية في الشؤون العامة، وهو مبدأ ترسخ بفضل النهج الديمقراطي الذي أرسى قواعده حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عبر مشروعه الإصلاحي المتطور والمستنير. نعم، أكد معاليه أن هذا اليوم الأغر الذي نشهد فيه تنظيم الانتخابات في موعدها الدستوري والممهد لفصل تشريعي جديد سيظل خالدا كسائر الأيام الراسخة في ذاكرة وجدان مسيرتنا الديمقراطية لما يمثل هذا الاستحقاق من منعطف تاريخي إيجابي وتطلع نحو المزيد من المكتسبات الوطنية في ظل حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تعزيز الثقة والتعاون والتوافق مع السلطة التشريعية وأعضائها بما يعود بالخير والنماء والازدهار على الوطن والمواطنين. بهذه المناسبة رفع معالي أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى شعب البحرين الوفي. وشدد معالي على أن لا خاسر اليوم في هذه الانتخابات، فالجميع فائز بفوز الوطن بأبنائه الأوفياء المتكاتفين الذين لبوا نداء الواجب كمرشحين وناخبين وساهموا كشركاء في نسج قصة نجاح بحرينية جديدة يترقب الجميع لنتائجها. كما أشاد معالي بما شهده خلال مشاركته في العملية الانتخابية من أجواء نزيهة وإجراءات ميسرة ترمي إلى تمكين الناخبين من مباشرة حقوقهم السياسية وممارسة دورهم الوطني المأمول في الإصلاح والتطوير والتنمية، معربا عن شكره وتقديره للسلطة القضائية وكوادرها الوطنية التي تدير هذه العملية بكل حياد وشفافية واستقلالية. يسرني اليوم المشاركة في الانتخابات وهذا شرف كبير، كما يسرني أن أتقدم بالتهنئة إلى سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله، وكذلك إلى سيدي صاحب السمو الولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله، وإلى شعب البحرين. وإن المشاركة في هذه الانتخابات هو كسب للجميع ولا خاسر اليوم، فالجميع اليوم إن شاء الله من أجل البحرين ورفعة البحرين ومن أجل المستقبل إن شاء الله لأبناء البحرين، كل الجميع يشاركون فيها، فكل من شارك في هذه الانتخابات هو يرسم المستقبل إن شاء الله الباهر إلى البحرين. ولا شك أن الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله رئيس مجلس الوزراء سوف تكون دائما تسعى للتعاون وتوثيق الصلة مع المجالس التشريعية، ولا شك أن توثيق أو أواصر التعاون بين الجميع والتوافق بين الجميع نحو مستقبل أفضل ونحو مصلحة البحرين. كما أود في الواقع أن أشكر السلطة القضائية على ما قامت به من جهود وكل العاملين ما قاموا به من جهود اليوم حول تنظيم هذه الانتخابات التي إن شاء الله سوف تعكس حضارة شعب البحرين وتعكس التقدم والرقي لهذا الوطن بقيادة سيدي صاحب الجلالة، والله يحفظ الجميع.